حتى نكون منصفين، المشكل في العراق بالكهرباء بدا عام 85، وعام 90 كان في قمة المشكل العام، بعد 2003 المشكلة أيضا واضحة، وإحنا عايشين كل هذه السنوات. يجب أن تحل مشكلة الكهرباء بأن تخرج هذه الوزارة من المحاصصة وتوضع بأيدي مختصين يقومون بعملية إدارتها وفق برنامج يتم الاتفاق عليه، وبالتعاون مع جهات دولية داخلية خارجية، استفادة من الخبرات العراقية، حتى ينتهي موضوع الكهرباء خلال دورة أو دورتين. أستاذ زياد، ممكن نصدق واقع الكهرباء يتحسن في العراق وما راح نصدق ما تتفضل؟ يعني أنت تعرف كم يحتاج السياسيين العراقيين وقت لتشكيل هذه الوزارة، لاختيار المدير العام، لاختيار رئيس الوزراء، يعني أشهر وأشهر وقت سياسي. عاش تيدش. نقدر نتجاوز هذه. تمام، جبتيها من الأخير. يعني واضح من كلامك بأنه ما ممكن أن يطلعون الوزارات اللي تخص المواطن خدميا من المحاصصة، إذا لا يتحدثون عن معالجة فساد ولا يتحدثون عن معالجة لمشكلة بشكل كامل، حلول وقتية. كل وزير يجي يسوي حلول وقتية، وبالصيف بالذروة عندنا السابع والثامن يصير مشاكل والناس تتذمر وتصير إشكالات، وجيبوا الوزير حتى نستجوبه، وجيبوا المسؤول الفلاني وجيبوا المدير. وانت شفتي حضرتك يعني لما لح رئيس الوزراء وتابع موضوع الكهرباء ميدانيا حصلت إنجازات محددة ومعينة بنسبة معينة، وتمت إقالات كثيرة. يعني أكو إمكانية للضغط وأكو إمكانية للإصلاح، لكن هذه كلها مؤقتة. أستاذ زياد، خلينا نحكيها طق بطق وبصراحة. اليوم واقع الكهرباء يدار سياسيا لو إداريا وفنيا بداخل الوزارة، يدار فنيا من قبل وزير ومدراء عامين ووكلاء لا يمتلكون القرار بشكل كامل لتغيير واقع حال الوزارة، لأن هذه الوزارة مع الوزارات الأخرى تدار سياسيا من قبل زعماء المشهد وزعماء الكتل والمتصدرين بالمشهد العراقي. الموضوع أعلى من الوزير وأعلى من رئيس الوزراء إلى القادة. نعم سياسي، أنا أقولها بكل صراحة، الموضوع سياسي.